اليوم في اوسلو الامم المتحده ما قالت الشعب الصحراوي، الامم المتحده تقول بوبيلاسيون يعني الساكنه سكان بوبيلاسيون دي صحراء، لكن لا سينما هات. لا يوجد شيء قال له الدوله صحراويين، احنا صحراويين يا غير قبائل صحراويه، مجرد قبائل. لا يوجد شيء قال له دوله صحراويه او شعب صحراوي بمعنى المتعارف عليه اليوم. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عن الشعب المغربي العظيم، اليوم البوليزاريو بالنرويج وبحضور الموريتاني بشراي البشير ممثل البوليزاريو باوروبا اعلنوا رفقة ما سموهما برلمانيين نرويجيين عن تأسيس مجموعة سموها أصدقاء الصحراء الغربية، ونسطروا على هذه الكلمة عندنا فيما يتقال، مجموعة الصحراء الغربية في البرلمان النرويجي، مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية في البرلمان النرويجي. هذا يبين واحد مجموعة ديال الحقائق. بوليزاريو سابقا كتأسس ما يسمى أصدقاء الشعب الصحراوي، مؤسسة في عدة دول العالم، في إسبانيا، في فرنسا، في نيوزيلندا، في كوبا، في المكسيك، في كل دول العالم تقريبا مؤسسة ما يسمى أصدقاء الشعب الصحراوي. تيكونوا سياسيين ولا برلمانيين ولا حقوقيين من دوك الدول، ماشي رسميين، ما كيتكلموش باسم تلك الدول، وكينخرطوا معهم البوليزاريو بدخول المخابرات الجزائريه بطبيعه الحال، كتعطيهم واحد الاجر شهريه، وكينخرطوا في واحد الجمعيه تسموها اصدقاء الشعب الصحراوي. لكن الحقيقه انه هذا المصطلح ديال الشعب الصحراوي غير معترف به من طرف الامم المتحده. كل قرارات وتوصيات الامم المتحده ما كتنطقش بالمره بكلمه الشعب الصحراوي، كتقول ساكنه الصحراء، وما كتنطقش بالمرة بمصطلح الاحتلال المغربي نهائيا، كتقول تصفية الاستعمار، وهنا كيعنى به والمقصود به الاستعمار الإسباني. هذا تفضحت فيه البوليزاريو، خرجوا عدة صحراويين حقوقيين صحراويين، وأنا سابق تكلمنا على هذا عدة مرات، وردا على المدعو هشام عبود قالوا على أنه احنا ما كنا بالمرة شعب صحراوي، عم مرة نكونوا شعب صحراوي، احنا ألا قبائل كنا وما زلنا، كانت عندنا علاقة ومبايعة لسلاطين المغرب، مفهوم شعب صحراوي ما كاينش بالمرة. هذا اللي تعمد ذاك عبود هشام يروج لي داخل العيون في الصحراء المغربي، قال الشعب صحراوي، إلا تكلم على الشعب صحراوي غتكلم على دولة اسمها الدولة الصحراوية مباشرة متوازية معها، إلا تكلم على شعب صحراوي يعني هنا كاين شعب مختلف بالمرة على الشعب المغربي. ونقولوا ونكروا لانه كاين شعب واحد اللي هو الشعب المغربي والمجتمع الصحراوي فقط، كاين مجتمعات داخل المغرب، المجتمع الصحراوي، المجتمع الامازيغي، المجتمع الريفي، المجتمع الدكالي، وكنا كنكونوا شعب واحد اللي هو الشعب المغربي. اما الشعب الصحراوي ما هو خالق بالمره، ما كاينش بالمره، كاين مجتمع صحراوي ولا مجتمع البيضان. هذا زعزع البوليزاريو، وهاد التأسيسيات الجديدة اللي بداو كيسموها، بداو كيسموها مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية. الصحراء الغربية مقبولة، علاه؟ لأن مصطلح الصحراء الغربية هو المتداول داخل قرارات الأمم المتحدة. الصحراء الغربية تبقى فقط مصطلح ينعت منطقة جغرافية، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، كاينة كذلك في مصر، كاينة في كل دول العالم اللي عندها الصحراء، كاينة غربية، شرقية، جنوبية، شمالية، هذا اللي كاين. هما مستغلين هذا المصطلح ديال الصحراء الغربية باش يكسروا الصحراء المغربية. هو حنا قابلين الاثنين، صحراء غربية مغربية، ما يزعجكمش بالمرة مفهوم ولا مصطلح الصحراء الغربية. اليوم عموما البوليزاريو كتأسس هذا ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بالنرويج، وهذا يبين على انهزام التدريجي البوليزاريو لأطروحتها ديال الشعب الصحراوي. زيادة على ذلك البوليزاريو بدأت كتبحث على أصدقاء في دول أخرى، النرويج، الدول الإسكندنافية، بدأت بعد ما طردها المغرب من إسبانيا، من فرنسا، من ألمانيا، من كل دول أوروبا الغربية، درك بدأت كتبحث على أصدقاء جدد وداعمين جدد من دول يعني ما معروفاش
يعني ما عندهاش ديك القوة السياسية العالمية بحال النرويج، السويد، فنلندا اللي ما معروفينش. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. We just had a meeting here in the Storting, which is the parliament in Norway, and we are supporting the Western Sahara's fight for freedom and also for human rights. Hello, I'm Tobias, and I'm a member of the Red Party in the Norwegian parliament. I'm with the Friends of the Western Sahara at the parliament because it's very important to fight against occupation and fight for freedom for all Sahrawis. Yeah. Jeg heter Tobias Drevland Lund og er stortingsrepresentant for Rødt. Jeg er med i støttegruppa for Vest-Sahara på Stortinget, fordi det er utrolig viktig å kjempe mot okkupasjonen og kjempe for friheten til det sahrawiske folket. I'm Rasmus Hansson, MP from the Green Party of Norway. I join and support this group because our party is clearly in favor of freedom and self-determination of the people of West Sahara. My name is Torleik Svelle. I'm in the Center Party. I support the freedom of Western Sahara because I think it's meaningless that someone needs to live on a rubble roof the rest of their life, and they deserve the freedom of their country. Mitt navn Torleik Svelle. Jeg med i Center Party. Og jeg også med i støttegruppa på Vest-Sahara fordi det viktig å både kjempe for frihet for folk som har mistet sitt land, og kjempe mot at noen må bo i et grustak for alltid.